اخر كويستشن في التيست بتاعنا بيتكلم عن حاجه اسمها ask وانسر. يعني ايه ask وانسر؟ ask يعني اسال، ask اسال، and answer اجاوب. يعني لما يكون عندي a و b، قبل ما اتكلم على a و b نخلي بالنا كده من حاجه. احنا عندنا في الكويستشن تو تايبس. التايب الاول، التايب الاول لو لقينا في الـ A، بتكلم ده لو لقينا في الـ A، لو لقينا في الـ A لا اما do، does، did، is، am، are، او will، نعرف ان ده تايب 1، وفي ساعتها B هيكون لا اما yes or no. طب يا ميس لو لقينا تايب 2 نعرف منين ان ده تايب 2؟ هنلاقي في الـ A what، where، when، او how، نعرف ان ده تايب 2. هنرد بالبي، لازم نبدا بسبجكت، نبدا بفاعل، ما نبداش بقى بيس او نو. اوكي، دي كده طريقه تعرفك امتى نعرف ان ده تايب 1 وامتى نعرف ان ده تايب 2. طيب دور مين دلوقتي؟ بعد احمد دور ياسين. يلا ياسين، عندي A بتقول لي B، وB سألك سؤال قال لك did she cook dinner، did she cook dinner، وهي كده شكلها كده ما طبختش ولا عملت اي حاجة. هنجاوب بإيه ياسين؟ اولا ده type 1 ولا type 2؟ type 1، لان انا عندي did يبقى ده تايب 1، يبقى نجاوب بايه او بايه؟ بيس اور نو. اوكي هنقول نو 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 شي نو شي did نو شي did نو شي did cook. لا ما تلخبطناش، ما تلخبطناش، بس no she didn't، بس كده. لا هنكتب cook ولا هنكتب dinner، يبقى no she didn't عشان ده type 1. teacher عايز اعمل اي حبيبي في الانسور، بس هي teacher اللي هي short answer، لكن في الطول answer عادي ممكن نعملها احنا طول answer او short answer. اولا answer، answer مش answer، answer no she didn't the short answer، واللونج انسر هتبقى no she didn't cook dinner. يعني انسر يا ادم، short answer ولونج انسر. اوكي احنا يا تيتشر في التست نكتب يا تيتشر short answer او براحتك. يلا انتوا، لو انا عندي A okay. B و A قال لك where does he go، where does he go، وهنا جاب لك صورة مدرسة. ده type 1 or type 2 يا توأ؟ 2. اوكي هنبدأ بجو، هنبدأ أول حاجة بهي، يبقى هنبدأ بهي. باي باي وير، طب قولي لي دز هنعمل بيها حاجة ولا نقول لها باي باي روحي خلاص؟ باي باي روحي، هنقول لها باي باي يا دز مش عايزينك. طيب جنب هي هتحط إيه؟ جو جو، وخلي بالك إن دز وهي مروحة لازم ناخد منها مين يا تقى؟ S. هنا هنحط S. لها ES عشان الO من أصحاب الشمس الشموسة، يبقى he goes at school. لا go بتاخد to، إلى goes to school، يبقى he goes to school. طبعا
A و B. يلا يا محمد. Yes, miss. و A رد قال لك is she is she watching TV. وأيوه هي بتتفرج على التلفزيون. Type 1 or type 2? Type 1. Type 1 عشان يبدأ بإز. هنجاوب بإيه بقى يا محمد؟ she Type 1 نجاوب عليه بإيه؟ Is or no. Okay. أوه هي بتتفرج على التيفي. يبقى is. Yes. كما يبقى يز يس she watching. طب و is دي هنعمل بيها ايه؟ لا يبقى يز يس she yes is the short answer. والإجابة الطويلة اللي هي long answer yes she is watching is. Watching TV. TV. Full stop. Okay, thank you, Muhammad. يلا يا آدم لو عندي A وB وB بقى هو اللي بيرد. بيرد عليك قال لك I had dinner at home. At home. ما ده يا تيتشر موجود at home يبقى هنجيب يا تيتشر where بتسأل على المكان لأن ده تايب 2 اللي بيسأل بأدوات الاستفهام at home ده مكان يبقى نقول where أي where do ليه دو انت عندك هاد؟ Where had ليه ادم هاد ماضي باست where you يا ادم هاد ماضي يبقى لازم نجيب helping verb did where did you where did you have dinner? Did موجودة يبقى ده past ماضي يبقى نجيب ال help verb بتاعنا did. Had موجودة يبقى نجيب did. Close your mic يا ألما. Close your mic يا ألما. Where did you have dinner? Okay. طيب كده خلصنا كل الريفيجن بتاعتنا اللي احنا عايزين نقولها. عايزاكم تركزوا في الري رايت البيكتشر بتاعتنا. اقل حاجه 10 سنتنس ال A وال B. نركز ده تايب 1 اور تايب 2. اوكي يلا كلوز يور